موضوعنا بالفقرة التالية رح نحكي عن موضوع كتير بهم السبايا، كتير بهم الشباب، الشغل الشاغل، وخاصة هلأ بالشتوية النقرشات والأكلات اللي ما بتخلص، يمكن لحتى بيزيد الوزن، بتزيد السعرات الحرارية، بيصير الجسم عنيد. كيف فينا نحن يعني نعمل اعتدال بغذائنا، يكون جسمنا جسم مثالي؟ شو هو الصيام المتقطع؟ شو هو الممنوعات من الأغذية اللي لازم نحن نبتعد عنها يعني قطعا ونقطعها من حياتنا؟ وشو هي المأكولات يلي انه هي مسموحة او المشروبات يلي هي مسموحة؟ رح نحكي اكثر مع الكوتش سالار الفيتار. صباح الخير. صباح النور. هاي كوتش. صباحكم. صباح الخير كوتش. لما نقول نظام غذائي صحي وعم نحاول يمكن نحصل على اقل سعرات حراريه، دائما بيكون في اقتراح انه تبلش بالصيام المتقطع، يعني هو فيك تبلش فيه تدريجيا، هو اكثر سلامه للجسم. بالبدايه خلينا نعرف شو هو الصيام المتقطع ونحكي عنه، يعني هو شو فوائده، كيف فينا نبلش فيه تدريجيا، وقديش هو سليم 100%. هلا هو نمط غذائي صحي نحن فينا نمارسه بشكل يومي، بغض النظر عن طريقة الحمية اللي نحن عم نتبعها، عن طريقة الأكل، الأكل اللي عم ندخله على جسمنا. هو بس هو تنظيم وقت الأكل، يعني نحن بنفوت حالنا بموضوع الصيام المتقطع لما نحن بيكون عندنا هذا الوزن الزائد اللي بدنا نخلص منه يعني بأسرع وقت ممكن. نحن فينا نتبعه بحالات معينة، إنه نصوم نحن نبدأ مثلا صيام عن الأكل، طبعا المشروبات اللي نحن فينا نشربها، ندخل جسمنا أول شيء مثلا نقطع الأكل 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، بس هذا كله بالتدريج حسب كل النوم. شخص ما بنحسب النوم مع طبعا. ساعات النوم مع ساعات لا النوم. طبعا مع ساعات النوم نحن هي بنبلشها مع ساعات النوم. اوكي. وبنبلش هاي العادة نحن بندرجها تدريج. أول شيء بنبلش مثل ما حكينا إنه مثلا 6 ساعات نمتنع عن الأكل، بعدين 8 ساعات، حسب كل شخص هو وقدرته على هذا الموضوع. بس نحن ما فينا نفوت مثلا تنقول صيام متقطع، العالم بتفكر إنه لا من الصبح للمساء نحن ممنوع ناكل. ولما بنجي ناكل بناكل كل شيء مثلا، هذا اكبر غلط. صحيح. اكبر غلط نختار طريقه الاكل بهذا الموضوع. نعم. طيب كوتش، يعني الاكل كثير طيب وخاصه يمكن هلا بالشتويه، طيب يعني نحن كيف فينا ننتبه لصحتنا؟ كيف فينا نتبع يمكن نحن نعود جسمنا؟ يمكن كثير بيخضعوا الصبايا والشباب لدايت لصيام متقطع، ولكن دائما بيقولوا لك انت جسمك انت اللي بتفهمه، يعني انت اللي بتعرف كيف هو بيخسر السعرات الحراريه. ممكن تلجا لعدد انماط عديده من الدايتات، ولكن انت اللي بتعرف وبتفهم شو نمط جسمك، شو هو الشيء اللي بيحرقه. كيف فينا نحن هيك ناكل ولكن ناكل باتزان، ما نقعد نخفف خبز، نخفف سكر، كل هدول القصص، كيف فينا نحن نعمل كنترول؟ هلا الموضوع اللي احنا اليوم مثل ما عم نحكي فيه انه هو الصيام المتقطع، هو هذا من يعني من احسن الاساليب اللي احنا فينا نتبعها. انت بتفوتي جسمك بحرمانيه الاكل لحتى جسمك يحرق من الدهون المخزنه فيه. انا وقت بلش بهذا النظام، انا مثلا يعني اليوم فقت مثلا. طب الصيام المتقطع هو بيلائم كل الاجسام ولا في اجسام؟ لكل الاجسام بيشتغل. وبغض النظر انا مثلا في عنا نحن مواضيع انه نحن مثلا ندخل بروتين، ندخل كربوهيدرات، ندخل دهون. انا فيني اكل كل هذا الاكل، ما عندي انا نظام حرمان ابدا فيه، بس هو موضوع انه انا بحرم حالي بفتره معينه من هو الاكل لحتى انا خلي جسمي انه يحرق دهون المخزنه فيه اكثر. وهذا الشيء بده اذا كان في مثلا مجهود بالنهار، مثلا انا عندي حركه بالنهار كمان، هذا بيساعدني اكثر بموضوع انه انا نزل الدهون عندي. طيب خلينا نحكي عن الاثار الايجابيه للصيام المتقطع. يعني احنا مستضيف كثير من الاخصائيين التغذيين وكثير من المتدربين او المدربين، كل واحد بيعطي آراء، يعني دائما في آراء مختلفة. بالبداية كان كثير من الناس مع الصيام المتقطع، في ناس بتقلك لا. خلينا نحكي عن الآثار الإيجابية الصحية للصيام المتقطع، وإذا فعليا أنا التزمت بنظام غذاء صحي، يعني مثل ما قلت من البداية مش أنا صوم لساعات طويلة وآخر شيء آكل كل شيء، يعني بالأخير ما عم أحرق الدهون، يعني حتى الدهون اللي حرقتها بالجسم عم عوضها بالأكل، فما بستفاد من هيدا الصيام. هلا الاثار الجانبيه نحن رح نحكي على الايجابيات اول شيء. صحيح. الايجابيات منه هو انه نحن في عندنا شيء بالجسم اسمه هرمون النمو. صحيح. هذا الهرمون النمو متعلق بكثير مواضيع، ومن اهمها هو موضوع انه خساره الوزن، انه انا كل ما عندي هرمون النمو بيزيد عندي معدل الحرق بالجسم. الصيام المتقطع بفتره انا اللي ما عم فوت اكل فيها على جسمي هون انا منخفض الانسولين كثير حيكون واطي، وبنفس الوقت حيكون عندي هرمون النمو كثير عالي. هون ببلش حرق الدهون عندي بالجسم. هي رقم واحد، انه عندي انا هرمون النمو حيضله عالي.
مؤشر الانسولين بالجسم كمان حيضل واطي، هو انا ما عندي في تخزين دهون بهي الفتره. هي من اهمها. نعم. طيب كوتش، خلينا نحكي اي احسن، انه نحن نفيق صايمين نكفي نهارنا، ولا مثلا الساعه 6 نوقف اكل ومع ساعات النوم، اي احسن؟ كيف السيستم الصح للصيام؟ هلا بطريقه النوم، اذا انا مثلا بنام مثلا 6 8 ساعات، هي احسن طريقه انه الواحد ينام له من 6 ل 8 ساعات. بفتره النوم هو هرمون النمو بيكون عندي كثير عالي، لانه انا ما عم فوت اكل على جسمي. انا من بعد ما في بضل هرمون النمو عندي كثير عالي. يفضل انه انا بلش بالصيام المتقطع، انا بفتره اللي بعد ما في فيها بعد مثلا ساعتين لاربع ساعات، لانه بهالفتره بضل عندي انا هون هرمون النمو كثير عالي اللي هو اللي بيساعد على خساره الدهون. من بعد انا باخذ مثلا وجبه الفطور وبقضي مثلا 8 ساعات ببلش، مثلا مثل ما حكينا هي موضوع تدريجي كمان، انا ما فيني صوم 16 ساعه من اول ما بلش فيه، يعني كمان لحتى جسم يتعود على شيء انت فوتي له اياه جديد. لكن احنا بنركز بساعات ما قبل النوم محسوبه. انا صيامي كمان محسوب من موضوع النوم. يعني انا مثلا نمت 8 ساعات، هي نقسمها من هو النظام الصيام المتقطع. يعني انا مثلا بدي بلش صيام مثلا 16 ساعه، بس انا عندي منهم هذه 16 ساعه 8 ساعات نوم، هي محسوبه. ساعات النوم كمان محسوبه، وفي عندي اربع ساعات قبل النوم واربع ساعات بعد النوم، هيك بقسمها بطريقه صحيحه، بتكون ما ساعات طويله لما تماما بطول الصيام المتقطع. تمام. هو الموضوع ما بيزعج ابدا، يعني هو بس هو عاده صحيه نحن فينا نتبعها بشكل يومي. يعني ما لها حرمانيه، هي مثل ما قلت لكم انه هي ما لها حرمانيه. بس مثل ما بلشت حديثك انه اهم شيء نحن ننظم وقتنا، ننظم وجباتنا، ننظم ساعات النوم مع ساعات الفيقه، لحتى مو يوم انا بنام الساعه 1 ويوم بنام الساعه 2 ويوم بصوم قبل ويوم بصوم بعد، هذا الشيء بكركب الجسم، صحيح؟ هلا نحن حكينا اول شيء هو نمط صحي تماما، يعني هو عادات يوميه. عادات يوميه، بس كمان اهم شيء هو طريقه الاكل. يعني انا مو مثلا حرمت جسمي 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعه ارجع مثلا اكل خبص بالاكل، اكيد هذا ما بيزبط معنا هذا الشيء. يعني انا مثل ما اخترت انه انا بلش بهذا النظام الصحي لحياتي، كمان انا هون بدها تكون طريقه اكلي كمان صحيه. يعني ركز فيه على الاكلات اللي بتحتوي بروتينات، دهون صحيه، كربوهيدرات، كمان موضوع الوجبة الاكل كمان بدها تكون مقسمه. انا مو حرمت جسمي مثلا هالوقت كله كرمال اكل وجبه كبيره، كمان انا ما اكون استفدت شيء. موضوع تقسيم الوجبات هو اهم شيء. هذا اللي بدي احكي عنه. خلينا نحكي عن هي النقطه تحديدا معك كوتش. اول شيء لما نقول صيام متقطع، هو صيام متقطع عن الاكل، يعني انا فيني بالساعات اعوض بالسوائل، يعني ممكن اشرب مي، هي النقطه. يعني غير المي شو ممكن اشرب انا ضمن خلال ساعات الصيام المتقطع؟ والاكل لما نقول، نحن بنعرف الانثى قديش بتحتاج، يعني بنقول نحن من 2000 يعني من 1500 ل 2500 سعره حراريه، الشاب لا بدك تحط فوقيهم 1000 سعره حراريه يوميه. هيدا نحن عم نقول اذا بدنا نحافظ على الوزن ما نزيد، شو السعرات الحراريه مع الصيام المتقطع ضمن النظام الغذائي؟ يعني شو هي لازم؟ هلا اهم شيء انا ما فوت جسمي بموضوع الجفاف. يعني انا دخل سوائل، انا مسمح لي المي، الشاي، القهوه، كل شيء مشروبات خاليه من السعرات الحراريه. وحتى فيني مثلا ادخل، مثلا اذا في عالم متعوده تشرب شاي مثلا مع سكر، انا فيني اضيف السكرين مثلا. سكرين كمان خالي السعرات الحراريه. عندي المشروبات الغازيه الخاليه من السعرات الحراريه، 7 دايت، البيبسي دايت، كمان انا مسموح فيها، لانه ما فيني فوت جسمي بحاله الجفاف. صحيح. يعني انا بس حمتنع عن الاكل، بس انا ما فيني امتنع عن السوائل، فيني اعوض بالسوائل. الاكل شو خلينا نحكي عن النظام الغذائي، يعني الحصص الغذائيه اللي ممكن اخذها شو هي وكم مره وقديش فيني انا اوزعها، ما تكون كميات كبيره. هلا بفتره اللي انا فيني ارجع اكل فيها، مثلا انا حرمت جسمي 8 ساعات، عندي مثلا بعدها 8 ساعات عندي 4 ساعات انا فيني اكل فيهم. هلا يفضل هالاربع ساعات انا ادخل مثلا وجبتين، مثلا بين كل وجبه ووجبه ساعتين مثلا. اهم شيء تكون الوجبه صحيه. يعني فيها الياف، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، دهون صحيه. هذا الشيء اهم شيء انه فينا نحكي عنه. تمام كوتش، خلينا ننتقل الى ممارسه الرياضه، يعني ترافقا مع الصيام المتقطع او مع اي نوع من الدايت. اليوم قديش مهم نحن نعود جسمنا على الحركه، على اللياقه، انه نحن يعني نعمل تمارين رياضيه بتساعد الريجيمات اللي عم نعملها او الصيام المتقطع على حرق الدهون؟ بغض النظر عن اي نظام غذائي انا متبعه، هو الحركه اهم شيء رقم واحد. هلا في كثير عالم ما فيها تروح النادي مثلا، صح، ما فيها تنزل على الجيم، انا فيني هون اعود مثلا انا بالحركه بالنهار، يعني انا مثلا عندي شغل بالنهار بعود حالي انا اتحرك كل شوي مثلا.
هذا الموضوع كمان كثير بيساعد انه انا ساعد حالي انه جسمي يحرق اكثر. هلا موضوع السعرات الحراريه كانت عم تحكي لي عنه انه انا ادخل 1500 سعره ل 2000 انه 2000 سعره 2500، هذا الشيء بيختلف بين شخص رياضي وشخص غير رياضي. لهيك سالتك يعني خلينا نوضح هي النقط، لانه بالاخير الناس مثلا ما بتروح لعند اخصائي، ممكن يعني عبر وسائل السوشيال ميديا ممكن على الكوتش حسب المعلومات اللي ممكن تاخذها. فخلينا نوضح يعني هي طبيعه اجسام الجسم الرياضي اكيد مختلف لانه بيحرق هو بطريقه مختلفه واكثر من الشخص العادي. نشاط الحركي تبع الرياضي هو اعلى من نشاط الشخص العادي. انا وقت عم دخل على جسمي 1500 سعره كمان انا في عندي معدل حرق اكثر من هذا. لا انا موضوع الشخص الرياضي بيختلف، عندي كميه اكل اكثر لازم يكون، بس كمان بيفرق بحالات انه هو مثلا الشخص الرياضي بس عنده وزن زايد مثلا فبيضطر انه يخفف سعراته وبنفس الوقت بكرمال يعوض بالرياضه. تمام، خلينا نحكي اي يعني بالصيام المتقطع اي الانجح او اي يعني اللي بيستمر وقت اطول او اي اللي بيستجيب جسمه اكثر، ذكر ام الانثى؟ اثنيناتهم نفس الشيء ما بيفرق. هلا هو الشاب بياخذ نتيجه اكثر من البنت لانه اكثر ولا اسرع؟ اكثر واسرع. أوكي. لانه بيكون عنده الهرمونات اعلى من البنت. لا يعني مستوى هرمون التستوستيرون مثلا بجسمه كمان هو اللي بيساعد عن حرق الدهون وزياده الكتله العضليه اكثر من البنت. عنده وقت اكثر ينزل على النادي، اما البنت يلعب رياضه ما عندها هذا الوقت الكبير. هرمونات الشاب هي اعلى من هرمونات البنت. صحيح. فهذا الشيء كمان انه بيساعد اكثر على حرق الدهون. طيب كوتش خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بيوقع فيها اي حدا مبلش صيام متقطع، يعني نحن شفناها يعني صار لنا فتره العالم كلياتها عم تحكي عن الصيام المتقطع بتلاقيها موضه دارجه اكثر ما يكون في عنده معلومه صحيحه للشخص، شو هي اكثر الاخطاء الشائعه يعني ممكن يوقعوا فيها؟ رقم واحد هي الاكل الغير صحي، يعني انا بيصوموا مثل ما حكينا هذا الوقت كله، اخر شيء انه بيجوا بيخبصوا بالاكل مثلا. هذا رقم واحد بالخطا انه اللي نحن فيها نوقع فيه. وعنا غير هيك فيني ما احرم حالي، يعني عمليه الحرمان كمان صعبه، يعني ما انا ما عم بقول بحرم حالي، لا انا فيني اكل اكل صحي بس بس انا ما مثلا طول النهار مثلا على الوقت كله عم بمضي واخر شيء انا مثلا خبص بالاكل. لا هيك ما بكون استفدت شيء، عوضت كل شيء وقت انا كنت عم بحرم حالي فيه عوضته بهالوجبه اللي انا اكلتها. وموضوع الالتزام هو رقم واحد، الالتزام بهذا الشيء. يعني انا مثل ما حكيت انا ما حقول انه دغري انا بلش مثلا 16 ساعه الصيام، لا انا خليني بلش مثلا اول شيء باربع ساعات حرمان اكل، بعدين 6 ساعات، بعدين 8 ساعات، كل يوم انا زيدهم شوي 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 بحس انا ما تعب حالي. لانه ما هو موضوع الصيام المتقطع بخلي الواحد بحاله جوع اول شيء، وحاله انه يحس واحد حاله تعبان انه هو هيك عنده شويه دوخه تعبان. كمان هي انه خلينا نبلشها نحن مثل ما حكينا بوقت قصير، بعدين نزيدها نعود جسمنا شوي شوي، ما بدنا نفاجئ الجسم دغري بفتره طويله انا فوت فيها. تمام، شو هن الحالات الخاصة يلي ما فيهم ابدا ابدا انه يعملوا صيام متقطع؟ ممكن مرضى السكري، ممكن مرضى القلب، في حالات استثنائية هن ممنوع انه يعملوا صيام متقطع؟ هلا هو مثل ما بيفيد موضوع اللي عندهم مرض السكري، كمان بنفس الوقت في حالات سكري بيضطروا انه هن ياكلوا كل وقت معين. هذا الشيء كمان ممنوع، يعني المريض السكري بحالة نحن عم نحكي بحاله انه معقده، اللي بيستعملوا ادويه الضغط كمان هذا الشيء بياثر عليهم. الموضوع اللي عندهم مشاكل بالقلب، النساء الحوامل مثلا كمان هذا بياثر عليهم، هن ما فيهم يتبعوا هذا النظام لانه بيحرموا جسمهم من الفيتامينات اللي لازم هن يعوضوا جسمهم فيها بهي الفتره. طب عندهم مشاكل صحيه او امراض مثل السكري والضغط اللي حكينا عنها، ممكن يتبعوا نظام الكيتو دايت بديل ولا لا؟ هلا يعني الكيتو في بدائل للصيام المتقطع ممكن يتبعوها بس يكون صحي؟ هلا الكيتو دايت هو موضوع ثاني. الكيتو دايت فيني انا ادخل على جسمي كل كل فتره انه وجبه ما فيه حرمانيه مثل هو النظام المتقطع انه انا احرم جسمي 6-8 ساعات مثلا من الاكل. صحيح. لا انا فيني اعوض بهذا الشيء. موضوع الكيتو بيصلح مع العالم اللي عم نحكي عليها انه عنده امراض. بس هو موضوع ثاني يعني. يعني فيني انا ادخل مثلا صيام المتقطع مع نظام الكيتو حتى. يعني فيني انا اتبع نظام الكيتو دايت بس كمان مع الصيام المتقطع. هي مثل ما حكينا هي بس نمط نمط أفضل. صحي بس نمط بس بكون نتيجة طبعاً أفضل. اذا أكيد. انا عملت صيام متقطع مع الكيتو دايت بتكون النتيجه يمكن اسرع. اكيد بس كمان بدنا نشرح عن الكيتو دايت اكثر لانه هو كمان موضوع كبير ما له موضوع صغير. شوي للناس اكثر عن الكيتو دايت. المبدا الاساسي هو بس بروتين ودهون صحيه خالي من الكربوهيدرات، يعني بضل عندي منخفض الانسولين بالجسم كثير واطي بهالفتره اللي انا عم فوت فيها موضوع نظام الكيتو على جسمي. بياخذ طاقته من الدهون المخزن من الجسم وبياخذ طاقته من الدهون اللي انا عم فوتها على جسمي من الاكل. بس هو رقم واحد بيعتمد على البروتين والدهون الصحيه. نعم. طيب كوتش باي نظام غذائي او يعني باي دايت فيهم بريك؟
بالصيام المتقطع في يوم بريك بيكون ولا لا؟ وقديش المده الزمنيه يعني لازم؟ انه معقوله كل عمرنا نحن نضل على الصيام المتقطع؟ هلا هو موضوع كمان انه الواحد ما يحس حاله بروتين. كمان انت ما فيك تفوتي جسمك بروتين معين انه انا خلص تبعت نظام صيام متقطع وانا ضلي عليه. هلا في الواحد ياخذ بريك او هو وجبه فري مثلا بالاسبوع، يوم فري بالاسبوع، بس هذا الشيء بيرجع لكل شخص. هلا انا بدي انزل وزني مثلا بسرعه، لا انا بفضل انه انا ضل ملتزم بهذا النظام. يعني لو وصل مثلا اقل شيء للنتيجه اللي انا بدي اياها، بعدين انا مثلا هون بلش ارجع مثلا فوت وجبات فري، اخذ يوم فري. بس هو مثل ما حكينا هو نظام صحي اكثر من هو نظام غذائي. صحيح، يعني لاي شخص هو نظام صحي بالنهايه. طب قديش مده زمنيه هيك فينا نقول انه عملت دايت ووصلت لوزن انا بدي اياه او وزن مثالي وثبته؟ اهم شيء التثبيت، لانه دائما باي دايت ما بيكون في تثبيت بعده، بترجع بيرجع الواحد بيفلش مثل ما بيقولوا. قد ايه مده زمنيه تقريبا لحتى ياخذ نتيجه الشخص؟ هلا بتختلف من شخص يعني من كل واحد لواحد. هلا انا ممكن انزل بالاسبوع مثلا 2 كيلو غير ينزل 5 كيلو، بتختلف من حدا لحدا. وبنفس الوقت هي العادات الاكل، يعني مثلا شخص بيصوم هالوقت كله بياخذ اخر شيء وجبه تخبيص، ما استفاد مثل ما عم يستفاد اللي هو اتبع نظام غذائي بهالفتره الصيام المتقطع. كمان هي الشغله بتختلف كثير بين شخص وشخص. صحيح. بس انا اخر شيء بدي اوصل نتيجه انا اكون رضيان فيه عن حالي، عن وزني، عن شكلي. نحن بناخذ اخر شيء على الشكل. انا ما بيهمني مثلا نزلت 10 كيلو مثلا بشهر على نظام الصيام المتقطع، بس بنفس الوقت انا شكلي ما اختلف. يعني انا كمان بدي اكون رضيان عن حالي بالنتيجه، اوصل اخر شيء للنتيجه انا بدي ارضى فيها عن حالي. الموضوع الالتزام بهي الفتره يفضل انه يضل واحد متبع على طول، بس بنفس الوقت هو ما يتعود على الروتين انه يمل منه. يعني وجبه الفري هي كرمال بس انه الواحد ما يمل من الروتين اللي ماشي عليه. في ناس كثير عندها دهون مستعصيه بتقول لك انا اتبعت، واستضفنا كثير، انا اتبعت نظام غذائي معين وصيام متقطع، اول فتره نزلت كثير بعدين بيوقف الجسم، ما بقى يعطي النتيجه المثاليه اللي كان يعطيها هيدا النظام الغذائي او الصيام المتقطع او حتى الكيتو دايت. هون شو بتكون الحالة؟ ممكن أنا ريح شوي وارجع أعمل صدمة للجسم، ولا بيكون في عنده مشكلة خلل هرموني بجسمه؟ هلأ موضوع الهرمونات كمان إذا حدا بيعاني من مشاكل بالهرمونات، خربطة الهرمونات كمان بيأثر كتير أنه هو موضوع تنزيل الوزن ولا رفع الوزن. الفكرة أنه هي الشخص وقت يتبع نظام الأكل عنده الحالات اللي شلون بدي انه هيك اشرحها بشكل مبسط اكثر. بس عيدي لي السؤال معلش مره ثانيه. في كثير من الناس بتبلش صيام متقطع او الكيتو دايت بتقول لك اول فتره انا نزلت من الوزن بطريقه كثير، يعني تنبسط، انا فاجئت جسمي تمام. صحيح، فنزلت 4 كيلو. عندنا اصدقاء من حوالينا وبكون عندهم دهون مستعصيه، بعد فتره بتقول لك ما عم ماخذ النتيجه اللي بدي اياها انا، بكون هون شو في خلل؟ يعني توقف هيدا النظام شوي او الصيام المتقطع وترجع تعمل صدمه اخرى للجسم، ولا ممكن يكون عندها خلل هرموني او خلل بالغده يجب مراجعه طبيب اخر؟ هلا انا بلشت بالنظام الاكل، كمان انا جسمي هون انا فاجئته بشيء ما لي متعود عليه. بس كمان بعد فتره جسمي رح يتعود على هذا النظام اللي انا متبعه. يعني كمان هو موضوع انه حرق الدهون ببلش يخف شوي شوي. صحيح. كمان هو على حسب مثلا شخص ما بيتحرك كثير، مثلا اول فتره هو كان عم يستفاد اكثر من موضوع تنزيل الوزن اللي هو انه متبع نظام اكل خفيف السعرات الحراريه. بس بيوصل لمرحله بيحس حاله هو مو مثل الاول انه عم ينزل وزنه. بس اذا بصير بيتحرك ممكن مثلا وزنه ينزل اسرع. ممكن يرجع جسمه يحرق اكثر. بس هو موضوع الروتين كمان انه تدخلي جسمك بروتين معين، طبيعي انه هو مثلا يبلش يخف، بيتاقلم وبيبلش يخف موضوع حرق الدهون عنده. صحيح. بس هو نظام الصيام المتقطع مثل ما حكينا له كثير فوائد. يعني موضوع انه يزيد عندنا هرمون النمو اللي هو مسؤول عن الحرق، موضوع انه احنا نتحكم بمستوى الانسولين السكر بالدم، موضوع نخفف الدهون الثلاثيه اللي هي موجوده بالجسم، ونخفف الكوليسترول الضار، هي رقم واحد يعني. نعم، ونحن كثير بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها كوتش، وبنتمنى هيك الصحه والسلامه والاجسام السمبتيك لكل حدا بده اياها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا.